مين اللي صلى بالأنبياء؟ يبقى مين صاحب البيت؟ ومين المسؤول عن البيت؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلع المعراج من هناك وينزل من المعراج على هناك رغم أنه رايح مكة. طب ما يرجع من المعراج على مكة، ما هو ينفع ينزل من السماء على مكة، لا ينزل على هنا، ينزل على هنا على هذا المكان. تيجي نروح نشوفه، تيجي نقرب أكتر، بس بشرط احنا هناخدك دلوقتي ونروح. ادعي واصدق النية. قيمة النهاردة، حلقة النهاردة كلها على القيمة دي، حب المسجد الأقصى. بس في أربع شروط بني إسرائيل ما كانوش فيهم، عشان كده ما عرفوش يكملوهم. إيه الأربع شروط دول؟ وحيبقوا فيك ولا لأ؟ ولو مش فيك مش هتروح، ولو بقوا فينا نروح. تعالوا نكمل ونشوف القدس والمسجد الأقصى بعينينا بالكاميرا. تعالوا نكمل مع بعض. أخيرا وصلنا، احنا هنا مازلنا في آخر نقطة في جبل نيبو. خلاص ده سفح الجبل، وقدامنا هناك زي ما أنا بشاور بالظبط في هذا الاتجاه بالظبط، القدس، المسجد الأقصى، الأرض المباركة. انتوا متخيلين احنا فين يا اخوانا؟ احنا بيننا وبين هناك 25 كيلو. احنا شديد القرب لهذا المكان. يا سبحان الله، مشتاق تكون هناك، مشتاق تصلي هناك. المكان اللي احنا فيه ده جبل نيبو كان عليه سيدنا موسى، وعلى فكرة سيدنا موسى دفن في هذا الجبل. وهذا المكان اللي احنا فيه جبل نيبو مر منه عمر بن الخطاب، ومر منه الصحابة، ومر منه التابعين، ومر منه العلماء، ومر منه صلاح الدين. شايف المكان قريب قد ايه؟ ويا ترى احساسك دلوقتي ايه؟ بس خلي بالك، الامنيات لوحدها مش كفاية، الاماني لوحدها ما تحققش شيء. في صفات لازم تكون موجودة. والصورة، صورة المائدة، وقصة سيدنا موسى، وليه ما دخلوش ووقفوا هنا، ودفن سيدنا موسى هنا وكان نفسه يدخل، وهو يعني سيدنا موسى قال وتمنى وسأل ربه إذن لي أن أدفن على أسوار القدس. هو عارف خلاص هنا الآخر، بعد كده ما فيش 25 كيلو يبقى هناك. طلب أنه هو يكون هنا ويعني يقترب قدر الإمكان. ويمكن ابن حجر له كلمة جميلة قوي من العلماء، يقولك طلب موسى أن يدفن على أسوار القدس لأنه يعرف أن المسؤول عنها ليس هو، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى وقف لغاية هنا وهو يعلم أن أنت المسؤول عنها. هتقول إيه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هتقول إيه لسيدنا موسى؟ هو وقف هنا عشان أنت تكمل، عشان أنت اللي مسؤول. تخيل في هذا المكان. وانا عايز اقول الارض المباركة، وليه تسمت بالارض؟ ليه تسمت بالارض المقدسة؟ ليه تسمت بالقدس؟ ده كل الانبياء اتجمعوا هناك، دي ارض الانبياء. ده المكان الوحيد على وجه الارض اللي اجتمع فيه اعظم اجتماع في التاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اجل تسليم الراية الى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. انت متخيل اللقطة؟ المكان ده كل انبياء الله، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كلهم. ووقف النبي صلى بيهم. شايف مين واقف وراه؟ سيدنا موسى واقف، وسيدنا داود واقف، وسيدنا سليمان واقف. كله واقف لأن هو المسؤول، لأن الراية سلمت إليه. سميت بالأرض المقدسة لأنها يعني أقدس ناس في الأرض، ولأنها مقدسة عند الله تبارك وتعالى سميت قدس لذلك. أعظم مكان في التاريخ اجتمع فيه أنبياء الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لكم ملحوظتين هنا. بص يا أخوانا، افهموا مني النقطتين دول. النقطة الأولانية، الحياة حرب وسلم، جهاد وعبادة. حتى العبادة لونين، عبادة تغذي الروح والقلب، وجهاد. ولذلك ربنا أوجد حرمين، حرم مكي ومسجد أقصى، وكل واحد فيهم بيرمز لحالة. الحرم المكي دار أمنه، دار عبادة القلب والروح، ومن دخله كان آمنا. والمسجد الأقصى دار جهاده وإصلاح الأرض. عمرك فكرت أن ده دور المسجد الحرام وده دور المسجد الأقصى؟ النقطة الثانية والملحوظة الثانية، وهي مهمة قوي، المسجد الأقصى ترمومتر الأرض. يعني إيه ترمومتر؟ أيوة، المسجد الأقصى ده، المكان ده ترمومتر الأرض. يعني إيه ترمومتر الأرض؟ عارف الترمومتر مش بيقيسوا به الحرارة عالية ولا معتدلة؟ عايز تعرف الأرض ماشية كويس ولا لا؟ شوف المسجد الأقصى مع مين. عايز تعرف الأرض حالتها إيه لو أنت جاي من كوكب تاني ونزلت على الأرض، وعايز تعرف في دقيقة وضع الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين. مع الصالحين، مع العنصريين،
مع الجبارين. هم قالوا لموسى إن فيها قوما جبارين. عايز تعرف وضع الأرض، شوف المسجد الأقصى مع مين. الحتة دي خطيرة قوي. احنا اتعلمنا كذا حاجة النهاردة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ده لعبادة الروح وده للجهاد. اتعلمنا إن المسجد الأقصى هو ترمومتر الأرض، وضع الإيمان في الأرض، الإيمان الحق، إيمان العطاء والإنتاج والخير، مش العبادة فقط. وضع الإيمان في الأرض إيه، شوف المسجد الأقصى مع مين، وانت تعرف حالة الأرض كلها شكلها إيه. الحاجة الثالثة اللي اتعلمناها وهي مهمة قوي 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 قوي، المسجد الأقصى مش ملك حد، المسجد الأقصى ملك كل نبي من الأنبياء يجي في عصره، فخاتم الأنبياء وأمته هم المسؤولين. ممكن تراجعوا معايا الآيات عشان نطلع الأربع صفات، الأربع صفات اللي المفروض اللي يكون في هذا المكان لازم تكون فيه الأربع صفات. شوف الآيات، الآية 20 من سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم. اسمع الآيات معايا، والآيات سورة المائدة من أول الآية 20، والآيات مش بتتكلم بس على سيدنا موسى، الآيات بتكلمنا إحنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، الكلام ده لينا يا جماعة، اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. الأربع صفات حيبانوا. أقول لك الأربع صفات، ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتبهم عندك، اكتب، هات ورقة وقلم بسرعة واكتب عندك الأربع صفات واعرضهم على نفسك وشوف فيهم، وادخل على عمري خالد دوت نت بالليل هتلاقينا حاطين لك الأربع صفات وجدول، وتشوف قيمة حب المسجد الأقصى في قلبك عاملة زي إيه. جبت الورقة والقلم تكتب الأربع صفات. معلش يا إخوانا سامحوني، أنا ببص في الكاميرا ومش قادر أبص كويس لأن الشمس في عيننا ويمكن اتحرق وجوهنا، مش وجهي أنا بس، وجه كل إخواننا اللي موجودين معانا، كل الوشوش اتحرقت. بس ده يجي إيه، ده ولا حاجة في اللي إحنا بنتكلم فيه، حاجات ولا حاجة، حاجات بسيطة. أربع حاجات أساسية. واحد، شجاعة ونفس حرة مش ذليلة. أول صفة للجيل، للشباب، للناس، للستات، عشان ابناء أولادك اللي يطلعوا، شجاعة ونفس حرة مش ذليلة. النقطة الثانية، ثقة وتوكل على الله، مش ضعف وتوكل على الله. الصفة الثالثة، وحدة وإخوة، مش أمة متفرقة متنازعة وبنكره بعض وبنعادي بعض يا عرب ويا مسلمين. الصفة الرابعة والأخيرة للي مفروض تكون فيهم، للي حيروحوا ويكونوا هناك ويصلوا هناك ويكونوا من أهل المسجد الأقصى، حركة وإنتاج وعطاء. أربع صفات، شجاعة، عطاء وحرية، عطاء وإنتاج. النقطة الثالثة، ثقة في الله وتوكل على الله. النقطة الرابعة والأخيرة، وحدة وإخوة. شوف الأربع صفات عكسهم موجود هنا، عشان كده مش هيدخلوا أصل الأرض دي، دي ترمومتر الإيمان، ما يدخلهاش إلا المؤمنين حقا، عشان كده مش هيعرفوا. بص الأربع صفات، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بص الآية 22، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، عكس الشجاعة خوف وذل، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرج، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أدي أول صفة، أدي أول صفة، عدم الشجاعة. الصفة الثانية، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، خذوا خطوة، اتحركوا. هم بلا حركة، بلا إنتاج، بلا عطاء. الصفة الثانية، بغير عطاء، وبعد شوية برضو بغير عطاء، هيقولوا إن ها هنا قاعدون. أمة مش عايزة تتحرك، شباب مش عايز ينتج، واقف مكانه ومش عايز ياخد خطوة لقدام، مش عايز يتعلم علم جديد في مجاله أو في مجال آخر، مستسلم للبطالة، مش عايز يتعلم، مش عايز ياخد خبرات. إنها هنا قاعدون. الصفة الثانية، عدم استعداد للحركة وللإنتاج والعطاء. قال رجلان، كان فيهم اثنين بس اثنين ما يكفوش. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب. الآية دي حلوة قوي، خذوا خطوة، خذوا خطوة للأمام، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتم مشكلتكم ضعف الإرادة، ضعف الثقة في الله، ضعف، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ردوا عليهم، تنازعوا مع بعض واتخانقوا مع الرجلين واشتد الخلاف. ردوا عليهم وقالوا، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إيه سوء الأدب ده، وإيه ضعف الثقة في الله دي، وإيه إنها هنا قاعدون، إيه الكسل والتراخي والعجز ده، وإيه الأنفس الذليلة دي عشان فيها قوما جبارين. موسى ما عندوش غير الآية الأخيرة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. دول متفرقين، ما فيش وحدة بينهم، ما فيش غير أنا وأخويا بس اللي بيننا هذه الوحدة.
قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اللي مش عايز يكون في المسجد الأقصى فاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، 4 صفات. هل أنت شجاع؟ هل أنت متوكل على الله؟ هل أنت بينك وبين بقية العرب والمسلمين أخوة وحب؟ هل إحنا أمة متآخية متحدة؟ النقطة الرابعة والأخيرة، هل في حركة وإنتاج وعطاء؟ لأن ما عندهمش الأربعة يا جماعة. حب المسجد الأقصى مش كلام، مش نظريات، مش دموع، صفات 4. ادخل لي النهارده على عمرو خالد.net وقول لي القيمه دي عندك قد ايه، انت فيك ايه من الصفات 4؟ تدي لنفسك كام في الميه في 4؟ اديلي درجه في كل واحده. هل انت شجاع صاحب نفس حره؟ تاخد كام من 10؟ قرآن كريم هدى للبشر وهدية. السؤال الثاني، هل انت ثقتك وتوكلك على الله عالي؟ السؤال الثالث، تاخد كام من 10 في التوكل على الله؟ جرب نفسك، شوف انت في حياتك عامل ازاي، ثقتك في الله، تعاملك مع الله عامل ازاي. السؤال الثالث، انت الاخوه والوحده، نظرتك لبقيه المسلمين في بلادنا، لبقيه العرب، علاقتك بكل الناس في بلادنا العربيه، مسلمين ومسيحيين، فيك تعايش وانفتاح واستعداد للوحده واخوه، ليك اخوه تحبهم ويحبوك، تعينوا بعض على طاعه الله، تعملوا تنتجوا تنجحوا مع بعض. هل انت متحرك بتنتج بتنجح في كليتك، قادر على العطاء، بتساعد الغلابه؟ 4 صفات. تاخد كام؟ تاخد كام؟ لو اديت نفسك درجة كبيرة، شوف حط ايدك في ايد ناس تانية، قول لهم ان شاء الله نكون احنا الجيل المقصود. انما بنو اسرائيل ما كانوش كده، لذلك ختام الآية قال فإنها محرمة عليهم. مين اللي قال؟ ربنا سبحانه وتعالى. اصل دي ترمومتر الايمان، مش اي حد يدخلها. قال فإنها محرمة عليهم. على فكرة بعض التفسير قال فإنها محرمة عليهم تحريم ابدي، 40 سنة يتيهون في الأرض، وفي تفسير أخرى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. في رأيين، رأي بيقول إنها قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة لغاية ما يستكملوا الصفات 4، وفي رأي تاني قال فإنها محرمة عليهم تحريم أبدي. إنما المهم إن سيدنا موسى بعد كلمة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض عقوبة. يا ترى يا مسلمين، إحنا لما سيبنا الصفات 4 اللي إحنا فيه ده نوع من التيه زي اللي كان فيه بني إسرائيل؟ هم كانوا تايهين في الحتة دي، في الجبال دي. يا ترى إحنا في نوع من التيه وإحنا مش واخدين بالنا؟ تيه نفسي، تيه معنوي. يا ترى إحنا بنعاني من اللي هم عانوا منه؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. ليه 40 سنة؟ عشان يتغير الجيل. أصل 40 سنة يكون مات جيل وطلع جيل جديد. ولذلك إيه يا سيدنا موسى دورك من الآن؟ تعب قوي سيدنا موسى، بذل مجهود رهيب. دورك إيه من النهاردة يا سيدنا موسى؟ الشباب، أجهز جيل من الشباب، رجالة عندهم الصفات 4، ناجحين في عملهم، بيعطوا بيساعدوا، أنفس حرة، شجعان، متوكلين على الله، بينهم أخوة ووحدة. هو ده الجيل. شفتوا القدس كده بقى كلام، مش كلام نظري، بقى كلام تعرف نمسكه في ايدينا. هاتلي الصفات 4 دول. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، لما يصلحوا نفسهم يبقوا يدخلوا، يتيهون في الارض. ومات سيدنا موسى في التيه وملحقش يخلص الصفات 4 لان محتاج 40 سنة. وجه يوشع بن نون تلميذه النجيب اللي هنشوف في الحلقات الجاية، لما نشوف موسى والخضر وغيره ازاي سيدنا موسى هيبدأ يرتقي بيه ويجهزه، وهيجهزه أول ما هيجهزه بالعلم، عشان يوشع بن نون هو اللي هيدخل وهو اللي هيكون استكمل الصفات 4. في قوانين لربنا في الكون، زي ما الشمس بتطلع من المشرق، المسجد الأقصى مش لأي حد، للي عنده الصفات. ترمومتر الإيمان في الأرض، مش أي حد، مش بالكلام، مش بالدعاء فقط، باستكمال صفات. قوانين، قوانين ثابتة في الكون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتغير الجيل. يا ترى احنا الجيل الموجود يكون هو، ولا لسه هنستنى جيل تاني؟ لكن الحقيقة أنا عايز أقول إن سيدنا موسى مات هنا. سيدنا موسى كان نفسه يكمل، لكن سيدنا موسى ومات وهو متعلق بالقدس، وتمنى من ربنا إن هو يدفنه في أقرب بقعة للقدس، فدفن هنا على جبل نيبو. دفن هنا وقريب، يعني احنا طبعا لا ندري بالظبط المكان، وحنيجي في حلقة وفاة موسى، لكن دي آخر نقطة. بعد كده مشارف المسجد الأقصى ومشارف القدس. دي الآيات. مشتاق للمسجد الأقصى؟ أنا خايف يكون ما كانش عندك في قلبك قيمة كبيرة للمسجد الأقصى. عادي، مسجد. لا،
ده ترمومتر الإيمان في الأرض، ده في رقبتك النبي وصاك بيه، ده النبي استلم الراية عشان يسلمها لك أنت، أنت أنت المسجد الأقصى في رقبتك هتتسأل عنه يوم القيامة. أصدق ربنا وحطها نية من نواياك الكبيرة. والناس المصورين اللي بيصوروا معانا، انتوا كمان خدوا نية ان انتوا بتورجوا الناس هذا المكان عشان تقولوا عملنا، عشان يوم القيامة نعرف نعتذر لربنا. انا اعتذر لربنا يا رب، انا عملت الحلقة دي عشان اقول كملوا، حاولت في نفسي وفي ولادي اكمل الاربع صفات، كملوا بقى في ولادكم وخدوا نية، ده غالي قوي. طول ما هو المسلمين ما لهمش مكان فيه هتتسألوا يوم القيامة. بصوا له كويس يا اخوانا، املوا عينيكم قوي قوي قوي، واصدقوا النية مع ربنا قوي قوي. قيمة النهاردة غالية قوي قوي قوي. احنا عايزين نقرب لكم اكتر ونخليكم تشوفوا اكتر، وهنعمل تعديل دلوقتي في العدسات عشان نحط عدسات تتيح لكم ان انتوا تشوفوا عن اقرب واقرب، عدسة مخصوصة لهذا لمثل هذه الاماكن البعيدة. املوا عينيكم يا اخوانا وشوفوا كويس، املوا عينيكم بنية مش مجرد نظرة. يمكن ما اتيحش ليكم غير ان انتوا تشوفوا صور من بعيد، لكن نصور كده بالله عليكم. املى عينك وقلبك، مش عينك بس، وعقلك، وخد نية تعيش معاك على طول واكتبها عندك. قيمة النهاردة غالية قوي. انا حابب ان احنا في الاخر ندعي، واحنا مش من عادتنا بندعي واحنا في الخارج، بس المكان واللقطة وشعور الواحد وهو هنا مخليه عايز يدعي. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. اللهم إن هذا المكان اجتمع فيه أنبياء الله، وكان إمامهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعذرنا يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك أن نحاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامة. نعوذ بك أن نكون قد نسينا المسجد الأقصى ونسيه أولادنا وشبابنا، فنحاسب يوم القيامة حسابا شديدا. اللهم اعذرنا بهذه الحلقة، واغفر لنا بهذه الحلقة، وشفع فينا نبيك يوم القيامة بهذه الحلقة. اللهم اجعلنا نلقى نبيك ونلقى موسى عليه السلام يوم القيامة يكونون فرحين بنا، فعلتم ما عليكم للمسجد الأقصى. اغفر لنا وسامحنا وأعنا وافتح علينا، ارزقنا نفسا حرة شجاعة، ارزقنا حسن التوكل عليك، ارزقنا حسن الثقة بك. اللهم ارزقنا أخوة ووحدة تعيننا على ذلك. اللهم إنا نسألك عطاء وإنتاجا وبذلا وحركة في هذه الحياة، تجعلنا أهلا له يا رب العالمين. اللهم يا رب اكتب كل من يسمعنا الآن رفقاء النبي وموسى عليه السلام في الجنة. اللهم اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، وفرح بنا يوم القيامة، واغفر لنا أجمعين. آمين آمين آمين. قرآن كريم هدى للبشر وهديه.